احنا هاي الاعياد ما صارت لولا الدماء والتضحيات، متفقين ان شاء الله. فهاي القصيده لكم، لكم انتم الابطال، انتم اللي ضحيتوا وقدمتوا من خلال البندقيه، من خلال الاقلام والاعلام وسياستكم ووضعكم وحكمتكم. فاقول يوم فيه الكل تبرى من وطن بيع كتمثال، ما بين خليج وأبيب بفتاوى عائلة الآل، وإذا بجمال بصري ثار عليهم كالزلزال، وهو ينادي قضي الأمر، فعلي لعلي قال أصدر فتواك بتأسيس الحشد الشعبي الأبطال. مشوا للمعركة خشنين عيالة، محفرمتونهم طاسة العمالة. مشوا للمعركة خشنين عيالة، محفرمتونهم طاسة العمالة. اللي يشرد منهم يرد نقص العيالة، واللي يبقى يطحنون ضلوعة. وحدة من أمهاتنا بالرمادي قالوا لها ما وصلوا لكم الدواعش، قالت اللي يفكر منهم يمد ايده على الشيلة يسطر ابن الحشد أسرع من الشيلة. اللي يفكر منهم يمد ايده على الشيلة يسطر ابن الحشد أسرع، يسطر ابن الحشد أسرع. زلم واحدهم من تحشمع العيلة ما يلحق يلبس بياريته، يضحكون الدواعش والبتشي يبدي، من أقل لهم جوكم ولد أبو مهدي، بابي بابي من الحشد لمن وقع جندي بالمعرض جوم تترابه وجونه وصالحتهم، قلت ينعدلون وبتشيت وبطلت ما صرف نرداني، جابوا للرمح قالوا لنزل الراس، وبزدرت الوجه حطوا رمح ثاني. الكاتلهم علي مش الحكم وجاه، الكاتلهم علي، الكاتلهم علي مش الحكم وجاه. قمت احلامهم يلغون باذاني، مناصبهم عقلهم كلها فدوة تروح، لتراب اليدوس علي السستاني.